أدب المرأة الفلسطينية بين الواقع والمأمول، يوم دراسي نظمته رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين في مدينة غزة. 3 جلسات في اليوم الدراسي تحدثت عن ظاهرة الشاعرات الشابات وخصوصية الأنا النسوية في الأدب العربي وأسلوب الشاعرات الفلسطينيات، إضافة إلى اللغة في شعر المرأة الفلسطينية والجامعات وأدب المرأة. لم تكن المرأة الفلسطينية غائبة عن القضية الفلسطينية، هي الأسيرة الفلسطينية أيضا، هي فدوى طوقان، هي ليلى علوش، هي ابتسام صايمة، هي هؤلاء الشاعرات العظيمات اللائي يواكبنا الحركة الوطنية والجهادية الفلسطينية منذ أن كانت فلسطين قد نكبت بالخنجر المسموم من هذا الكيان الصهيوني الغاصب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المرأة الفلسطينية شريك للرجل في الفكر والإبداع، تحافظ على الهوية الفلسطينية وتعزز البناء المعرفي والحضري العالمي. رغم ذلك فأعمال المرأة الأدبية تعاني من عقبات تحول من دون تطويرها. هناك بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه المرأة في إبداعها، موضوع الإمكانات المادية، نشر إبداعها، توفير البيئة المناسبة. الرابطة تحاول تسليط الضوء على هذه المشكلات والعمل على حلها بالمأمول من المؤسسات الأهلية والرسمية أن تزيد مساحة الاهتمام بالمرأة وإبداع المرأة، لأنها تستحق. هي النساء شقائق الرجال، والمرأة إلى جنب الرجل في القضية الفلسطينية أدت دورا كبيرا. البحث في ملف أدب المرأة الفلسطينية يشكل محاولة جادة لتشخيص واقعه وطرح العقبات التي تحول من دون إفساح المساحة الثقافية والفكرية له، ثم التأكيد على أهمية تطبيق المعالجات المطروحة. نطلب من المؤسسات الإعلامية أن تخصص برامج خاصة تتناول أدب المرأة تحديدا، وتتيح مساحة طيبة يمكن للمرأة أن تبرز ما لديها من خلاله. إبداعات المرأة الفلسطينية لم تغب عن هذا اليوم الدراسي، إبداعات كان لها دورها خلال مسيرة النضال الفلسطيني. يا سيدي، أنا لست من جيش النساء الدائرات مع الأساور، أنا لا يثرثر عن قدومي موكبي أو نفح عطري والسجائر. يا سيدي، أنا فلسطينية الأعطاف، شرقي دمي، حرة الكعبين، عصماء النواظر، عن ميادين الفوارس دائما أغدو بعيدا، لا أشارك، لا أعارك، لا أخربش، لا أناور. في جبهة الحر وجه الضوء من شنقا، ليهطل الحرف رعدا كلما برق. للتلفزيون القدس، محمد الأسطل، قطاع غزة. ويسكب الشعر حرقا كلما اتسقا، يمينه يلقف التلفيق إن أفكوا، وعن يسار يرد النار ما احترق. شكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.